نروح نشوف احصائيات المباراه. تعالى احنا هنا اتفقنا في بتاع 7-8 نقاط واختلفنا في نقطه بس. اللي انا مقتنع بلوكاس بيليا وانا مش مقتنع ان هم عندهم عنده مؤهلات تاهله للاستحواذ انه يلعب كوره الاستحواذ. هو كان ممكن يلعب زي ارجنتين 2014 يكون رياليستيك اكتر ها واعتماد على ميسي في مجموعه حاجات لكن مش استحواذ مش واقع. يعني انت بتتكلم على حته الواقع في حته انه هو ده اللي عامل الخلل او اللي مش لا مش عامل الخلل ده من اسباب الخلل. من اسباب الخلل ان انت محمل اللعيبه طريقه لعب اكبر بمراحل من قدرته ما يقدروش يلعبوا كوما كره على الارض برضه عشان توضح وجهه نظرك كويسه للمشاهد. انت بتتكلم على تيم فيه ميسي وديبالا ومش هيقدر يستحوذ يقدر دول ما بيستحوذوش لوحدهم. انا كلمت عشان كده كلمتك من ورا لازم حارس بيطلع بكره كويس واحد يعني لازم عاوز تقول ان نص الملعب هي الحلقه المفقوده لا 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 والحارس ما بيلعبش برجله كويس ما لازم شفت فيه فريق استحواذ بيلعب ما فيهوش حارس بيلعب برجله يا راجل ده بيب جوارديولا في فريق دريم تيم برشلونه كان بيلعب بفيكتور جافالدز في حراس كتير في العالم احسن منه بس بيلعب برجله عشان بيلعب برجله صح وكان بيعشق مانويل نوير بيلعب برجله هو دلوقتي ادرسون بيلعب برجله ده كان معاه برافو في مانشستر سيتي اللي كان مغرقه في كل الماتشات بس بيلعب برجله برشلونه تير شتيجن بيلعب برجله حتى سيليسن بيلعب برجله فريق الاستحواذ لازم في حارس بيلعب برجله شفت الكابيرو لما لعب برجله ايه اللي حصل شفت ديفنس الارجنتين هو بيطلع بالكره بيعمل ايه شفت نص ملعب الارجنتين مش قادر يدور الكره ازاي فهو هو اوبشن الاستحواذ او اختيار الاستحواذ ما كانش الاختيار في اعتقادي وده ما كانش السبب الوحيد انا بروح اشوف الاحصائيات لان احنا طولنا جدا جدا ان احنا النهارده اصلا طالعين متاخر عشان صلاه الجمعه الاحصائيات طبعا الركنيات 2 كرواتيا 5 الارجنتين كمل يا تامر الركنيات 5 الارجنتين 5 للارجنتين مقابل 2 لكرواتيا الاستحواذ 57 للارجنتين 43 لكرواتيا اجمالي التمريرات 500 للارجنتين 353 لكرواتيا تمريرات صحيحه 404 للارجنتين مقابل 271 لكرواتيا دقه التمرير 81% للارجنتين مقابل 77% لكرواتيا اجمالي العرضيات 17 منهم 3 صحيحه مقابل الارجنتين طبعا مقابل 13 منهم 6 صحيحه للكروات اجمالي التسديدات 11 منهم 4 بين الثلاث خشبات للارجنتين مقابل 14 تسديده منهم 5 بين الثلاث خشبات للكروات الخمسه سجلوا منهم 3 يا عفيفي تامر رجل المباراه من وجهه نظري هو لوكا مودريتش من وجهه نظرك انت مين بروزوفيتش باكتساح راجل قضى على ميسي الراجل نطق الاثنين اللي كل واحد فيهم جاب جول طب تعال نشوف كده احصائيا الاحصائيات راحت فين انسى ان هم يكونوا مختارين بروزوفيتش متاكد لوكا ماجيشن لوك مودريتش 90 دقيقة سجل جول تمريراته 35 صح من 44 محاولات على المرمى 2 منهم واحدة صح اللي هي الجول مراوغات ناجحة 2 استخلاص الكرة 14 استقبال الكرة بنجاح يا تامر الرقم ده برضو من الأرقام يا تامر استقبال الكرة بنجاح بتاع الفرقة اللي بتعرف تستحوذ إذا لوكا مودريتش كان رجل المباراة ودي كانت الأرجنتين كرواتيا